يعطيك العافية. بالفيديو هذا إن شاء الله راح نشتغل أو راح نوضح كيف يشتغل بايبولار جنكشن ترانزستور. بالفيديو الماضي حكينا راح يكون في عندي شغلتين لازم ننتبه لهم. البايبولار جنكشن ترانزستور عبارة عن بيكون هو ديفايس إلكترونيك ديفايس بيكون فيه 3 ماتيريال، إذا بتلاحظوا بيكون يا إما بي أن بي ماتيريال أو أم بي أن ماتيريال، يعني بيكون زي الساندويتش ثلاثة ريجنز، بيكون يا إما تركيبهم بي أم بي أو أن بي أن ماتيريال. إحنا حكينا راح كلش راح يكون على الأم بي أن ماتيريال، مش راح نحكي عن البي أم بي لأنه اللي بيتطبق على الأم بي أن راح يكون نفسه اللي بيتطبق على البي أم بي. عشان هيك بدنا ننتبه لشغلتين حكينا أساسيات. الأولى بدنا ننتبه إنه عندي البايبولار جنكشن ترانزستور بيكون في، خليني بس اعمل لكم شير للسكرين او للسلايدر على اساس اوكي. الاولى حكينا انه بالنسبه للام بي ان ماتيريال راح يكون في عندي الثلاثه لايرز هذول، راح يكون في عندي الثيكنس تبع اللاير اللي بالنص او الريجن اللي بالنص اقل مقارنه بالثيكنس للتو ريجنز اللي على الاطراف. فعندي بالام بي ان الان البي ماتيريال عفوا راح يكون الثيكنس تبعها اقل، وهلا راح نبين ليش اقل. والثيكنس تبع او الكميه الدوبينج اللي على الان ماتيريال اللي عند الاميتر راح تكون اعلى من كميه الدوبينج اللي عند الكوليكتر. هلا عشان نفهم كيف الترانزستور بيشتغل بدنا، انا دائما بشبهه بالحنفيه، يعني اذا بتشوف حنفيه وبتحاول تشوف تفتح الحنفيه، اذا كنت مسكر الفالف او المحبس تبع الحنفيه على الاخر مش راح يمر عندك مي بالحنفيه. اوكي، هلا لما افتح الحنفيه او ابلش افتح بالفالف راح يصير في عندي مي تمشي من الخزان اللي هي المغسلة أو السنك تبع الحوض المغسلة اللي عندي. هلا تماما نفس الإشي بيصير بالترانزستور. الترانزستور زي ما حكينا في عندي ثلاث أطراف، في عندي الإيميتر وفي عندي البيس وفي عندي الكوليكتر. هلا الإيميتر يعني هو اللي بيعطينا إلكترون زي الخزان، هو بيعطيني المي، فهون عندي الإيميتر. البيس تماما زي الفالف، هو اللي بفتحه او المحبس تبع الحنفيه هو اللي بفتحه وبتحكم بالكرنت اللي بروح من الخزان لحوض المغسله. الكوليكترز تماما زي المغسله، هي اللي بتستقبل المي، او هون يعني بالمغسله بتستقبل المي، هون بتستقبل الالكترون. وضحت الفكره؟ فانا لما اكون مسكر الفالف على الاخر مش راح يمشي مش راح تمشي المي، لما افتح الفالف راح يصير كميه المي اللي بتمشي بتعتمد على الفتحه اللي انا فاتحها. راح اضل افتح الفالف لغايه ما اوصل للاخر فاتح المحبس او الفالف تبع الحنفيه على الاخير. بعد هيك لما اوصل لاخر مرحله راح يكون كميه المي اللي بتمشي لما اكون فاتح الفالف على الاخير ما بتعتمد على الفالف، لانه الفالف بطل يتحكم لي بالمي، صار اللي يتحكم فيها اللي هي ارتفاع الخزان، او هون بنحكي عن السيركت تبعت الترانزستور. فتماما لما اكون ما يكون في عندي كرنت او فولتج على البيز راح يكون ما في عندي كرنت بين الكوليكتر والإيميتر. اوكي، هلا لما ابلش ازيد الكرنت على البيز راح يبلش يصير عندي بالكوليكتر والإيميتر راح يكون في عندي كرنت، يعني راح يبلش الالكترونات تمشي من الإيميتر للكوليكتر. ولا بنحكي ليش بتبلش تمشي من الإيميتر للكوليكتر. لما افتح الفالف على الاخير او الحنفيه على الاخير راح يصير المي تبطل تعتمد على نفس الحنفيه على الفتحه تبعتها، راح يصير تعتمد على الارتفاع الخزان او الضغط اللي الخزان جاي منه. فهون احنا بنحكي عن نفس الشيء، بنحكي لما يكون عندي البيز بعد فولتيه معينه او بعد كرنت معين اللي على البيز راح يكون في عندي الكرنت بين الايميتر والكوليكتر بطل يعتمد على البيز. اوكي، طيب هلا شو اللي بيصير؟ بيصير انه تخيل عندي البيز بين البيز والايميتر، بدي تنتبهوا بين البيز والايميتر هون بالامبي ان ماتيريال بين البيس والايميتر بيكون عندي وكانه دايود. اوكي، صح. هلا لما احط بوزيتيف فولت هون ونيجاتيف فولت هون وكاني خليت هذا الدايود بالفورورد بايس، وهذا معناته راح يبلش الالكترون تروح من الان للبي ماتيريال. اوكي، هلا بتبلش الالكترون تروح من الان للبي ماتيريال، عشان هيك هون في عندي كميه دوبنج عاليه
ماشي، عشان يخلي الالكترونات تروح من الان للبي ماتيريال، ولسبب ثاني هلا راح يتوضح لكم. هلا شو اللي بصير لما الالكترون، لما اعطي بوزيتيف او احط بوزيتيف فولتج او امشي كرنت بالبيز بالنسبه للايميتر، يعني عندي الالكترونات قاعده بتروح من الايميتر للبيز. هلا الالكترون لما اعطيه الفولتيه او اعطيه راح يكتسب كينيتيك انرجي او راح يصير في عنده مومنتوم. هلا تماما زي لما انت تكون تمشي وتركض بسرعه عاليه وياجي حد يحكي لك وقف في مسافه قصيره، هذا اللي بيصير مع الالكترون. هو بيكون ماشي من الايميتر ورايح يستقر بالهولز اللي عند البي ماتيريال، بس مش راح يقدر يوقف هنا لانه الريجن هاي صغيره. عشان هيك هاي الريجن صغيره، حكينا في سبب هو نحط انها صغيره. الالكترون ما راح يلحق يوقف هون، شو راح يروح؟ راح يضل يكمل لغايه ما يوصل للكوليكتر. اوكي، فعشان هيك اذا بتشوفوا عندي الايميتر بيكون في الدوبينج فيه عالي، والثيكنس تبع اللاير اللي بالنص راح يكون عندي قليل عشان ما يسمح للالكترون يوقف هناك. اذروايز لو سمح له يوقف هناك راح يصير خلص عندي زي الديود العادي، ومش راح يكمل الالكترون، مش راح يروح من الايميتر للكوليكتر. فكانت الثيكنس قليله، في عندي كميه دوبينج عاليه عند اللاير اللي تحت اللي هو اللي عند الايميتر. فلما اكتسب الطاقه هذا الالكترون اللي عند الايميتر حاول يروح، حاول يوقف عند البول، ما قدر كل الالكترونات يوقفوا عند، عفوا عند البي ماتيريال، ما قدروا يوقفوا عند كل الهولز اللي بالبي ماتيريال، فضلوا مستمرين للكوليكتر. وعشان هيك بينشا عندي تيار او الكترونات بيروحوا من بيروحوا من الايميتر للكوليكتر. هلا الالكترونات راحوا من الايميتر للكوليكتر، معناته في عندي كرنت راح من الكوليكتر للايميتر، وهو هذا الكرنت اللي احنا بنحكي عنه راح من الكوليكتر للايميتر، لانه انتم بتعرفوا حركه الالكترونات، الالكترونات عكس حركه الكرنت، وهذا اللي بيصير. تمام، طيب هلا شو اللي بيصير بالضبط؟ اللي بيصير زي ما حكينا انه في هذا اللي بيصير، اللي بيصير يعني انه في عندي 3 layers، واحد بالالكترونات بالايميتر بتكسب طاقه بتحاول تنتقل وتروح على الهولز بالبي ماتيريال، كونه المسافه قصيره ما بيلحقوا كل الالكترونات الموجودين هناك يعملوا او يروحوا يستقروا بالهولز هذول، راح يروحوا للكوليكتر وراح يصير في عندي كرنت بهالدايركشن هذا. زي ما حكينا نتذكر مبدا الحنفيه. هلا لما يصير عندي الالكترونات تتحرك راح يتولد عندي اي كوليكتر. واذا بنروح بنشوف الريليشن شيب شو العلاقه بيناتهم، هون بنرجع راح نشوف انه في عندي الاي ايميتر، الكرنت الماشي بالايميتر هون راح يساوي الاي بيز زائد الاي كوليكتر الاي ايميتر. فهي اول علاقه. الثانيه البي بي اي اللي هي بتساوي البي بيز ماينس البي اي، والبي سي اي بيساوي البي سي ماينس البي. هلا على عشان اخلي الدايود هذا اللي حكينا عنه، هذا حكينا هو زي الدايود صح اللي هون، هون اللي هن البي ان ماتيريال، عشان اخليه فورورد بايس واخلي الالكترونات تتحرك من الايميتر باتجاه البيس لازم اخلي الفولتيه هاي بوزيتيف. اوكي، اخليها بوزيتيف، وزي ما حكينا هون بالعاده بالسيليكون بدي اياها تكون 0.7. اوكي، فهون نحكي عن 0.7. اوكي، طيب هلا بدنا نحكي عن موضوع اللي هو الحالات كيف بيشتغل الترانزستور ك سويتش او كامبليفاير. بدنا ننتبه لشغله معينه، انه في عندي علاقه بين الكوليكتر وبين البيز، انه الاي كوليكتر الكرنت بالكوليكتر بيساوي بيتا اي بي او البيتا مضروبه بالاي بيز. الاي بيز هي طبعا بحاله الامبليفيكيشن زي ما انتم شايفين هون. اذا بدي اروح اشوف الكوليكتر هون كم الكرنت، فبقدر احكي الكرنت الماشي هون بيساوي فاكتور بيتا اسمه مضروب بالاي بيز. طبعا بيتا هاي بالعاده بحدود ال 100 بتكون، وبالعاده بالمانيفاكتشرر يعني بيعطونا اياهم بالسمبل اتش اف اي. اوكي، اتش اف اي اللي هي نفسها بيتا، وهي بالعاده بتكون بحدود ال 100.
هلا بتعتمد، هي ممكن تتغير حسب الترانزستور، وهي بتعتمد على الفولتيه وعلى التمبرتشر، يعني تتغير مع الفولتيه ومع التمبرتشر. هلا هذا الحكي بيصير انه الاي كوليكتر بيساوي بيتا اي بيز في مرحله الامبليفيكيشن، يعني لما يشتغل كل الترانزستور كامبليفاير. اوكي، يعني هلا ممكن يشتغل امبليفاير وممكن يشتغل سويتش زي ما حكينا هون. ففي عندي ثلاث مراحل راح نحكي ان شاء الله عنهم. اذا زي ما حكينا، في عندي علاقه بين الكوليكتر والبيس والإميتر. في عندي يا اما الامبليفاير ممكن يشتغل، عفوا الترانزستور كامبليفاير ممكن يشتغل كسويتش. هون ان شاء الله راح نركز كل شيء حكينا على الاون اوف سويتشينج، كيف نخلي الترانزستور يشتغل كسويتش، لانه الامبليفيكيشن زي ما حكينا مش من ضمن الاشياء اللي بنهتم فيها كميكانيكال انجينيرز او كميكاتكس انجينيرز. فهون بدنا نهتم بال السويتشنج او الكرنت، عفوا الترانزستور يشتغل كسويتش. طبعا هلا الامبليفاير ديزاين بحاجه لاكثر ستدي، يعني لا انه ندخل اكثر يعني ان دبث بالستدي تبع البي جي تي او البي جي تي عفوا البايبولار جنكشن ترانزستورز. وهلا مش احنا هون، يعني بالعاده بيخطوا جماعه الالكترونكس او الالكتريكال انجينيرنج. فهون راح نركز كيف نحاول نخلي الترانزستور سويتش يشتغل اون اوف. هلا بدي تتذكروا انه الترانزستور هو بيشبه تماما بيشبه ال عفوا معلش صاحبت الصوره هيك. بدنا نذكر انه الترانزستور تماما بيشبه العمليه اللي بصير اللي هو الفلو تبع الووتر بالمي وبالسنك، يعني تماما بين الخزان وبين المغسله. هلا رح نحكي عن شيء اسمه كومن ايميتر ترانزستور. كومن ايميتر ترانزستور سيركت، لما يكون في عندي الايميتر موصول مع الجراوند وفي فولتيه على البيس، هو بنسميها كومن ايميتر ترانزستور. هلا الكومن ايميتر ترانزستور هاي السيركت اللي شايفينها قدامكم، بيكون في عندي زي ما احنا حكينا الايميتر موصول على الجراوند، اذا الفي ايميتر بيساوي زيرو. واذا بترجعوا للايكويشنز اللي كنا نحكي عنهم قبل شوي، اذا في بي اي بيساوي في بي لانه في اي زيرو، في سي اي بيساوي في سي لانه في سي في اي عفوا زيرو. هلا وهون عندي الجراوند راح يكون موصول مع الايميتر، فزي ما حكينا هون الاي سي صار بيساوي اي بيتا، اي بي عفوا مضروب في بيتا، فعندي هون بيتا اي بي في حاله الامبليفيكيشنز. هلا لما يكون عندي ما في كرنت على البيس وتماما وكانه مسكر المغسله بالضبط، وبيكون عندي ما في كرنت اي سي بتساوي زيرو. لما ابلش افتح المغسله، هلا هذاك لما يكون ما في عندي كرنت على البيس بنسميه كت اوف ريجن، او الترانزستور بيشتغل مرحله اسمها الكت اوف. كتوف يعني الاي سي بيساوي زيرو والاي بي بيساوي زيرو، ما في كرنت على البيز، ما في كرنت على الكوليكتر، يعني الترانزستور بيشتغل وكانه اوبن سيركت، يعني بيشتغل بيكون ما في عندي كرنت بمر بالاي سي، اذا وكانه اوبن سيركت وكانه مقاومه قيمتها انفينيتي. هلا لما ابلش ازيد الكرنت على البيز وابلش ازيد، لما يوصل البي بي اي تقريبا بحوالي 0.6، راح يصير في عندي الاي سي بيساوي بيتا اي بي. هلا هون الاي سي او الكرنت الماشي بالكوليكتر بيساوي بيتا في اي بي، يعني مين اللي بيتحكم بالاي سي؟ بيتحكم بقيمته اللي هي اي بي، يعني البيس كرنت هو بيتحكم بقيمه الكوليكتر كرنت. وهون مرحله هاي بنسميها امبليفيكيشن، وزي ما انتم شايفين انه الاي سي نعمل له امبليفيكيشن بقيمه بيتا، او اي سي على اي بي بيساوي بيتا، يعني بصير في عمليه امبليفيكيشن للفاليو تبعت الكوليكتر كرنت. هاي المرحله بتشبه تماما وانا قاعد بفتح بالصمام، وهون ساعتها المي اللي بتمشي بالصمام بتعتمد على كميه الفتحه هون، كميه الفتحه هون مؤشر للكرنت الموجود على البيس. ذكرنا الفتحه تبعت الفالف او الفالف هو البيس، والمي اللي بتمشي هي الكرنت الماشي من الاي سي للاي ايميتر.
او بين الالكترونات بين يعني مشبههم بين المي الماشي من الخزان للسنك، فهون تماما. وانا بفتح بتكون كميه المي تعتمد على الفتحه، وهون لما بنحكي بمرحله الاي مرحله الامبليفيكيشن اي كوليكتر بيعتمد على الاي بي. هلا لما ازيد البي بي اي ازيده عن قيمه معينه راح يصير عندي يوصل لمرحلة اسمها الساتوريشن. ساتوريشن يعني بصير عندي الترانزستور قيمته تقريبا او عفوا بيشتغل وكأنه شورت سيركت. اي سي راح تبطل تعتمد على الاي في، وهون نوصل لمرحلة وكأنه فتحت الفالف على الاخر، صار عندي الكوليكتر قيمة الكوليكتر كرنت ما بتعتمد على الاي في، صارت بتعتمد على السيركت. فانا لو اجيت وصلت هون مع بطارية مثلا قيمتها 9 فولت، فصارت الكرنت هون هاي صارت وكأنها شورت سيركت، فصار الكرنت اي سي بيعتمد على الريزستور الموجود عندي هون وعلى قيمة الفولتية طبعا الموجودة اللي هي 9 فولت، فبطل بيعتمد على الترانزستور لأنه هون كان بيشتغل صار وكأنه شورت سيركت. إذا في عندي ثلاث مراحل أنا بشتغل فيهم. أول مرحلة اللي هي مرحلة الكتوف بيكون عندي الاي بي زيرو والاي سي بتكون بتساوي زيرو، فالاي سي بيساوي اي بي والكونتين بيساوي زيرو، هون تماما زي وكأنه المغسلة مسكرة. المرحلة الثانية بالاكتف ريجن بيكون عندي الاي سي بيساوي بيتا في الاي بي، وهون وكأنه انا قاعد بيعتمد نفس الفكرة، بيعتمد الكرنت الماشي بالكوليكتر بيعتمد على البيز كرنت او الكرنت اللي بالبيز، وهون نفس الاشي لما تكون المي الفلو تبعها بيعتمد على فتحة الحنفية. طيب هلا المرحلة هون طبعا بنسميه الاكتف ريجن، اذا اول مرحلة الكتوف ريجن بيكون عندي اي بيز اي كوليكتر زيرو، المرحلة الثانية الاكتف ريجن يكون عندي اي سي بيساوي بيتا اي بي، والمرحله الثالثه اللي هي الساتوريشن ريجن، وهون بيشتغل الترانزستور وكانه شورت سيركت وبيبطل وكانه يعني بنقدر نعوض عنه مكانه شورت سيركت، وبيكون بصير يعتمد ساعتها الكرنت على الار سي اللي شفناها بالسيركت قبل شوي، وبطل يعتمد على الاي بي. اوكي، وهون اذا عندي ثلاث مراحل. اول مرحله الكتوف ريجن، وهون عندي نو كوليكتر كرنت فلوز، ما في عندي كرنت بيمشي بالكوليكتر تماما وزي وانا مسكر المغسله. المرحله الثانيه الاكتف ريجن، وهون الكوليكتر كرنت بيعتمد او بيتناسب مع الكرنت على البيز، وهون بيكون اي سي بيساوي بيتا اي بي. وفي عندي المرحلة الثالثة لما يوصل عند الساتوريشن ريجن بيكون عندي الفولتية في بي اي هون عندي اكبر من 0.7 او 0.7 واكبر، والكرنت عندي اكبر من نسمي الساتوريشن كرنت على البيز، فهون بصفي عندي بطل يعتمد اي كوليكتر على الاي بيز وكأنه صار عندي ترانزستور شورت سيركت. فهلا عندي بالكتوف ريجن وكأنه ترانزستور صار اوبن سيركت، بالساتوريشن ريجن وكانه شورت الساتوريشن ريجن وكانه شورت سيركت، فهون اذا بقدر اشغله بالكتوف ريجن والساتوريشن ريجن بقدر اشغله كانه سويتش، مره بيكون اوبن ومره كلوز، وهذا اللي احنا بدنا اياه، لانه انا اذا عندي موتور او عندي اي ديفايس بدي اشغله اون اوف، فبدي افتح السيركت واسكر السيركت زي ما راح نشوف بعد شوي بالشرح على الابلكيشنز تبعت البايبولار جنكشن ترانزستورز. Okay. عشان اشغل الترانزستور زي ما حكينا سويتش بدي دائما we need to guarantee that the transistor is fully saturated when it's on. شو يعني fully saturated؟ يعني بيشتغل بالساتوريشن ريجن. عشان يشتغل بالساتوريشن ريجن، هلا بالعاده انا حكيت لكم بيشتغل زي شورت سيركت، هو فعليا شورت سيركت بس بيكون في عندي فولتج دروب تقريبا قيمتها 0.2 فولت ماشي، وبيكون عندي البيس تو ايميتر جنكشن از فورورد، إذا تتذكروا بين البيز والإيميتر بتكون الديود فورورد، وبيكون قيمة الـ VPE 0.7. أوكي، عشان هيك بصير في عندي زي ما حكينا small drop VCE 0.2 volt. أوكي، فعشان هيك إذا بدي أروح أحكي VPE بيساوي VE زائد 0.7 وVCE بيساوي VE زائد 0.2، هذا الـ voltage drop بين الـ VE والـ VCE والـ VPE والـ VE بيناتهم الـ voltage drop راح تكون 0.6. اوكي،
هلا هون زي ما احنا شايفين بيحكي لنا اكزامبل. هلا الاكزامبل هون بدنا نشغل او نضمن انه الترانزستور شغال كسويتش بدناش اياه كامبليفاير. فبيحكي لنا the 2N3904 is a small signal transistor manufactured by many companies as a general purpose amplifier and a switch. If you examine the specifications online or a discrete transistor handbook, يعني إذا بتطلع على ال... بيحكي لك على ال... على الداتا شيت او بتطلع على اي معلومات من manufacturer معطيك اياها, راح تلاقي في عندي لست في بعض الاشياء او الخصائص تبعت الترانزستور. اول وحده الماكسيمم كولكتر كرنت بيساوي 200 ملي امبير. شو يعني؟ يعني هذا ال 200 ملي امبير بعد هيك الترانزستور اذا بيمشي بالكرنت اكثر من 200 ملي امبير راح يصير في عندي مشكله او فيلير بالترانزستور, راح ينحرق الترانزستور. فعشان هيك لازم دائما اضمن انه الكرنت اللي بيمشي بالترانزستور اقل من 200 ملي امبير. ثاني شيء ال VCE الفولتج دروب زي ما حكينا بالسات ساتوريشن, اذا بتنتبهوا حكيت لكم VCE ينقص 10 سات, يعني بالساتوريشن ريجن او لما يكون الترانزستور فولي ساتوريتد راح يكون عندي ال VCE بيساوي 0.2. هلا الشيء الثالث حكي لي ال HFE, وال HFE اذا بتتذكروا حكينا هي بيتا بتساوي 100 وبتعتمد, هاي طبعا حكينا بس دائما بالعاده هي بتعتمد على الفولتج حكينا وبتعتمد على التمبرتشر, بس بالعاده لما ناخذ الكالكوليشنز بناخذ القيمه اللي بيعطيني اياها. هلا شو المطلوب مني؟ بحكي لي واتس ذا مينيمم او وات مينيمم انبوت فولتج في ان. الفي ان اذا بتشوفوها هاي الفولتج الانبوت فولتج هون, شو هي المينيمم فولتج اللي انا بحتاجها تو ساتوريت ذا ترانزستور, يعني شو بدي اياها اللي اخلي وكانه ترانزستور هون عندي شورت سيركت, او زي ما حكينا بالساتوريشن راح يكون عندي 0.2 فولتج دروب. اول شيء بدنا ننتبه انه حكينا انه الـ عندي الكرنت او الكوليكتر كرنت لازم ما يزيد عن ال 200 ملي امبير, ال VCE لازم 0.2 فولت او الهي الساتوريشن انبوت, اوكي شباب سوري على رح اكمل ان شاء الله اللي كنا نحكي فيه. فكنا نحكي عن الاكزامبل هون, فعشان هيك اذا بتتذكروا كنا نحكي انه لازم ما يزيد عندي الكرنت بالاي كوليكتر عن 200 ملي امبير, ولازم احنا نعمل ديزاين نتاكد من هالموضوع هذا. وشيء ثاني لازم نخليه فولي ساتوريتد, يعني بدنا يكون عندي الترانزستور وكانه شورت سيركت او عليه فولتج دروب 0.2. عشان هيك اذا بنروح بنشوف الاي كوليكتر لما يكون عندي بالساتوريتد حكينا هون وكانه في 0.2 فولت. فعشان هيك الكرنت الاي سي رح بيساوي 10 فولت ماينس ال 0.2 على الريزستور, قيمه الريزستور اللي هون, واللي هو بيطلع عندي تقريبا 9.8 ملي امبير. هلا ال 9.8 ملي امبير اكيد اقل من ال 200 ملي امبير اللي بيتحملهم الكوليكتر, فما في عندي مشكله بالترانزستور او بالريزستور هاي, يعني رح يكون في عندي ما في مشكله لو كان بساتوريتد او ساتوريشن ريجن, فراح يكون ما في عندي مشكله. هلا راح نشوف شو هي القيمه اللي لازم تكون على الاي بيز او الفي انبوت على اساس يضمن لي انه بالساتوريشن. هلا على اساس اضمن انه بالساتوريشن, اذا في علاقه اذا بتتذكروا, هلا بعديها لما يوصل الكرنت افتح ازيده عن هيك راح توصل للماكسيمم اللي هي الاي سي راح تكون 9.8 بحاله الماكسيمم active region. فهلا اذا قسمت هاي 9.8 على البيتا راح يعطيني اي بيز. فاذا بحكي اي سي اللي هي هون طلعتها تقسيم 100 راح يعطيني الاي بيز, والاي بيز هذا بقدر احسب منه قديش البي انبوت. زي ما انتم شايفين هون
عندي الـ I base هون بيساوي V input minus 0.7 بحالة الساتوريشن على 10 كيلو على 10 كيلو أوم، هذا بيساوي لي الـ I base. فإذا بروح بحكي I base اللي هو طلعته من القيمة هون اللي هي 0.098 بيساوي V input minus 0.7 على 10 كيلو أوم، إذا منه بطلع عندي الـ V input 1.68 volt. يعني هلأ الفولتي هاي للـ V input باستخدام الريزيستر هاي، إذا بحطها هيك 1.68 أو أعلى بضمن أنا أكون بالساتوريشن ريجن. هلأ إذا بحط أقل من هيك رح أنزل، رح يزيد قل الكارنت الموجود على البيز، لأنه الـ V input minus الفولتية اللي على الـ VPE أو الـ VB رح تكون أقل، فعلى نفس قيمة الريزيستر رح يكون الكارنت أقل، فأنا بروح بالأكتيف ريجن. عشان هيك عشان لما بدي أضمن حالي بالساتوريشن ريجن لازم الـ V input تكون أكثر من 1.68 فولت، وبالعادة إحنا بنختار قيم أعلى بمرتين أو خمس مرات، يعني مرتين لخمس مرات أكبر من القيمة اللي طلعت عندي. ف 1.68 ممكن أختار الـ V input تكون 5 فولت. هلا بضمن انه الـ current هون الـ I base رح يكون اكبر من اكبر current بالـ active region، فعندي هون لو اخترت 5 فولت input minus 0.7 على 10 رح يطلع عندي 4.3 على 10 كيلو اوم. فهلا رح تكون عندي انا ضامن انه هون الـ I base اعلى من الـ I بالـ active region. فهيك بكون شغلت الترانزستور بال on off، يعني بالon راح يكون عندي الانبوت، في انبوت لازم تكون 5 فولت او اكبر من 1.68 نظريا، بس احنا بالعاده بنختارها بالعادي اكبر. وبالoff بيكون عندي الفي انبوت 0، فيش عندي كرنت بيمشي على الاي بيز اذا ما في عندي اي كولكتر، وهيك هون بيكون عندي اوبن سيركت. يعني باختصار الترانزستور راح يكون بهالشكل هذا لما يكون عندي بالoff او بالكت اوف ريجن او بنسميها اوف، رح يكون وكأنه open circuit. وبالcircuit هاي زي ما انتم شايفين لما يكون open circuit يعني هون I زي ما حكينا بالcutoff region رح يكون I base 0، هاي بقيمتها 0، إذا IC بتساوي 0 يعني كأنها هاي open circuit زي ما احنا شايفين هون، وال VC رح بيساوي ال Vout، يعني إذا جيت أخذ قيمة ال Vout هون رح تكون بتساوي ال V0. هلا الشيء الثاني اللي ممكن نحكي عنه انه ممكن يكون الترانزستور عندي اون او ساتوريشن فولي ساتوريتد، فهون عندي راح يكون في عندي تقريبا شورت سيركت الكرنت وكانه واصل، احنا حكينا 0.2 او شورت سيركت تقريبا نظريا بوينت عمليا 0.2، فالفي اوت راح يكون 0 تقريبا لما يكون عندي هذا اون. فمره الفي اوت بتساوي الفي سي ومره الفي اوت بتساوي 0، وهذا هيك بكون انا شغلت الترانزستور. هلا انا مرات بدي اشتغل الترانزستور زي ما احنا شايفين بالسيركت هون مكان سويتش، وهون زي ما انتم شايفين هون هذا بيعمله كانه سويتش، هلا بيفتح السويتش وبسكر السويتش. ممكن احط مكانه هون ترانزستور بحيث انه هون زي ما انتم شايفين احط مكان الترانزستور بحيث انه اصير اتحكم فيها هاي اون اوف زي ما احنا شايفين هون. هلا مشكلتي بالترانزستور مرات انه الكرنت اللي بيتحمله قليل، عفوا مشكلتي مرات بالترانزستور انه الكرنت اللي بيتحمله قليل، عشان هيك بلجأ مرات اني استخدم بعض الابلكيشن اللي هو هذا الريلي. الريلي زي ما انتم شايفين اذا بحط الترانزستور هون مكان السويتش او الايد اللي بتفتح وتسكر السيركت ممكن اتحكم فيه باستخدام كمبيوتر اون اوف. طبعا لما اعطي الريلي هون كويل اعطيها فولتيه راح تولد ماجنتيك فيلد وراح يجذب الكونتاكت هون وراح يسكر السيركت ويشغلها هون، فاذا صرت بقدر استخدم على سيركت سواء كانت بدها لو باور او هاي باور ممكن استخدم الترانزستور. طيب هون الابلكيشن كيف بدي استخدم ال LED switch، يعني لو بدي اشغل عندي LED وبدي اشغله on off ممكن عندي يكون في عندي كمبيوتر هون بالطرف هون كمبيوتر، وعن طريق الكمبيوتر اتحكم بال LED on off زي ما حكينا هون. بدنا نشوف شو هو الوالتية اللي ممكن اتحكم فيها، بحيث هلا لما يكون هون بال cut off region يعني هون راح يكون في عندي open circuit مش راح يمر current من هون، فهاي راح يكون ما يشغل الـ LED. الحالة الثانية انه يكون في عندي
الكمبيوتر ويكون في عندي ساتوريتد وكأنه هالشورت سيركت والكرنت بمر، اذا ال اي دي راح يشغل. وهون الحاله بدي اشوف كيف ممكن اشغله بانه اوف. طبعا طالب مني بالاكزامبل هون بيحكي لي هلا الاور اوبجكتيف از تو تيرن الداشبورد ال اي دي اون اور اوف وذ ديجيتال device having an out of voltage. هلا بيحكي لي الاوت اوف فولتج هون ممكن تكون 0 او 5 فولت، هذا ما يعطيني اياه السؤال. بيحكي لي الماكسيمم كرنت اوف 5 ملي امبير، الاوت اوف فولتج هون يعني ماكسيمم كرنت 5 ملي امبير. ذا الاي دي ريكويرز 20 ل 40 ملي امبير، هون على اساس تشتغل الاي دي بده 20 ل 40 ملي امبير. واذا سالت ليش 20 ل 40 ملي امبير، هلا بعد ال 40 ملي امبير راح ينحرق الاي دي، واقل من 20 مش راح يضوي اضاءه كافيه، او مش راح تشوفه هو بالفورورد بايس ومنضوي مش راح تشوف اضاءته. هلا لما يكون بالفورورد بايس بحكي لك الاي دي راح يكون في عليه فولتج دروب 2 فولت عفوا. هلا بحكي لك احنا راح نستخدم ترانزستور تو سويتش او السيركت، معطينا رقم للترانزستور اللي راح نستخدمه. بحكينا هلا بدنا نشوف انه هذا الشيء بالسيركت هاي راح يعطيني الاشي اللي بدي اياه او لا. اول شيء بدي اتاكد انه زي ما حكينا انه ال 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 الترانزستور لما يكون بالساتوريشن ريجن قديش البيس كرنت. وهون بحكي لي لما يكون بالساتوريشن ريجن راح يكون عندي 5 فولت هون ماينس 0.7 فولت هون. فعندي 5 ماينس 0.7 على 10 كيلو اوم راح يطلع عندي 0.43 ملي امبير. 0.43 ملي امبير هاي من ضمن السبيسيفيكيشنز اللي راح يشتغل فيها او بتضمن لي انه هذا راح يكون بالساتوريشن ريجن. هلا الشيء الثاني بدنا نضمن انه الكرنت لما يكون بالساتوريشن ريجن الكرنت اللي بيمشي هون ما يكون اكبر من الكرنت اللي بيتحمله اللي هو الترانزستور، يعني يكون من ضمن القائمه هاي من 20 ل 40 ملي امبير. لانه اذا عش اقل من 20 ملي امبير ما راح يبين انه الالي دي ضوء، واذا اكبر من 40 ملي امبير راح ينحرق الالي دي. فهون راح يكون عندي 5 فولت ماينس الفولتج دروب على هذا 2 فولت ماينس ال 0.2 اللي راح يصير الفولتج دروب على الساتوريشن ريجن على 100 اوم اللي هي الار سي هون، فبيطلع عندي 28 ملي امبير. 28 ملي امبير هي بين ال 20 وال 40، اذا الامور تمام، السيركت هاي بتلبي لي الشيء اللي بدي اياه. هلا بالعاده راح يكون في عندي ممكن استخدم بدل ال اي دي ممكن يكون في عندي موتور اتحكم فيه اون اوف، وشكل الترانزستور بالعاده بيكون بهالشكل هذا. ففي عندي اكثر من شكل للترانزستور زي ما انتم شايفين، وكل واحد فيه له ثلاثه ليدز بيطلعوا منه، في منهم اسمه بيز وكرنت وايميتر، او ممكن يكون ترتيبهم بيختلف من شكل لاخر. فلازم نرجع للداتا شيت ونشوف وين البيز وال والإيميتر والكوليكتر. لهون هيك بيكون بشكل سريع حكينا عن بنكون حكينا عن اللي هو عن ترانزستور او البايبولار جنكشن ترانزستور، وان شاء الله يعني بالمحاضره السابقه راح او اللاحقه راح نحكي اكثر عن مواضيع متعلقه بالبايبولار جنكشن ترانزستور والانواع الثانيه او نوع ثاني للترانزستورز.